انا اسمي جورج وهيب فاضل، اسم الشهرة بتاعي جورج فاضل، خريج تربية فنية 2011. بشتغل من يعني بشتغل يعتبر من ايام الكلية، كنت بشتغل حاجات كده ليها علاقة بالارت وورك يعني. والدي كان بينحت وميوله فنية عالية جدا، أنا اتربيت وسط الألوان بتاعت والدي والخامات، الجبس والطين والتولز، ومن صغري وأنا شايف كل الكلام ده. وكان طبعا في مشكلة كبيرة في البيت، الوالدة عايزة دراسة والوالد الفن، فطبعا كانت في ثانوي مشكلة، الرسم أهم من أي حاجة. دخلت مسابقة في ثانوي اللي هي اسمها لمحات من الهند، طلعت مركز أول جمهورية. طبعا لما طلعت مركز أول جمهورية كان في دماغي أخش ألسن فرنساوي أو حقوق فرنساوي، حاجة من اللي هي بحكم الدراسة يعني، أنا كنت في مدارس فرنساوي فقلت أخش حاجة فرنساوي يعني. بعدين غيرت الفكرة تماما ودخلت كلية تربية فنية، ووالدي هو اللي ساعدني جامد جدا إن أنا أخش الكلية دي، هو اللي قدم وهو اللي كان حاطط الموضوع على عاتقه وأنا دخلت الكلية. انا حبيت الكلية جدا لان انا اتعاملت مع خدمات كتير جدا، وده فارق معايا في شغلي. حبيت فكرة الالوان التمبرا، يعني فكرة ان انا اصنع اللون بايديا. قعدت فترة بصنع الالوان بتاعتي والوان للغير يعني. فكرة ان انت تعرف تكنولوجيا الخامة دي فرقت معايا في السطح اللي انا بشتغل عليه، يعني السطح اللي انا بشتغل عليه بقيت فاهمه، سواء كان تحضيره هيبقى عامل ازاي، ونوع القماش هيبقى عامل ازاي، واللون اللي انا هشتغل عليه ايه اتقل وايه اخف يعني. ده كله برضو اكتسبته من خبرات في الكلية، ويعني تجارب كتير طبعا عملتها. سافرت الهند 2014. سفرية الهند دي غيرت كتير جدا في شخصيتي. أنا اتصدمت بحضارة جديدة، اتصدمت بألوان صريحة. احنا دايما كنا تحطش اللون صريح، ما تستخدمش اللون صريح، عارف اللي هي في قواعد كده أكاديمية احنا ملتزمين بيها. فهناك شفت ألوان غريبة يعني، فعلا ألوان صافية وفيها نقاء عالي جدا. الموضوع ابتدى ان هو يخش معايا من بداية اللون يعني، انا بداية اللون هو اللي أثرني في سفرية الهند دي. ابتديت اول بروجكت اشتغلت عليه ان انا باخد مناظر قبيحة، زي مثلا الدويقة وهي متكسرة لما وقعت الصخرة، وابتديت اعمل تحليل للمنظور وتحليل للعناصر اللي موجودة واشتغلها بلون زي الالوان اللي انا شفتها في مومباي. الموضوع ابتدى يخش معايا في تغيير كبير. بعد كده ابتديت ادخل العنصر البشري ده مع مجموعة التجارب اللي انا استخدمتها. لما دخلت في فكرة العنصر البشري ابتديت ارجع لفكرة البورتريه بقى. ابتديت اشتغل على البورتريه لحد ما وصلت المرحلة ان انا بعمل بورتريهات هي تكاد تكون بتاعتي انا يعني. البورتريه عندي هو في حتة لمسة بتاعتي انا، وبحسها في البورتريه بتاعي يعني. انا كتير اشوف بورتريهات وسكتشات مرمية وسط السكتشات بتاعتي، اقول لا ده مش ايدي، دي ايدي، لا دي، مع انها هي شخصيات تكاد تكون معروفة يعني. البورتريه بقى ابتدى يخش معايا في سكة ان انا اغلبية المواضيع اللي انا بحطها بحط فيها العنصر البشري. انا شايف ان اصل الحياة او اساس الحياة هو العنصر البشري، لازم يبقى موجود، فبالتالي كل شغلي ببقى حاطط فيه العنصر البشري، لو انا احط فيه معاه رمز او احطه لوحده او بتعبير معين. الحالة التعبيرية برضو في البورتريه عندي يعني بحب ان انا اوضحها، او فكرة
حاجات الدراما. كنت الاول بحط في المواضيع بتاعتي اكتر من بورتريه، مثلا 13 14 بورتريه، بقى اهدى شويه خلاص واحد او اتنين واعبر بيهم مع الرمزيه. ده اللي انا بقيت بشتغل عليه. طبعا تجارب اللون فرقت معايا، التجارب اللي انا جربتها دي كده فرقت معايا، ان انا بقيت يعني بستخدم التجارب دي او برجع للتجارب دي في الشغل نفسه، علشان لما اجي اشتغل انا مش كل هم ان انا الون او ابين لك ان انا بلون او ان انا برسم، لا انا عندي فكره عايز اقولها خلاص، يعني الفكره خلاص هتطلع من خلال اللون ده، يعني مش الموضوع بتاعي ان انا اقعد الون او كمصور وارص البالتة واعمل التجربه اللي هي بنقل لاندسكيب بالوانها او ستيل، لا خلاص الموضوع بالنسبه لي انا عايز الرمز ده، سواء كنت اعمله رمز مبسط، يعني ممكن اكون رسم واقعي قوي بس مبسطه مساحه لون، او رسمه بتفاصيله او بالفكر ان انا هشوفه كصوره واقعيه. ده اللون بالنسبه لي، التجربه الاولانيه دي فرقت معايا في اللون بالشكل ده. الموقف اللي بشوفه او الموضوع اللي انا لمسته ادور او اقصل ليه بفكره، طب هو ليه اتعمل كده؟ طب ايه اللي احنا بعدنا عنه؟ يعني مثلا كنت عامل حاجة عن السمو، فكرة السمو احنا ازاي بدلنا كل ما هو سامي وحطينا ما هو منحط، سوري في التعبير يعني، بس هي الفكرة احنا بدلنا بعض القواعد السامية بالقواعد اللي هي تكاد تكون متداولة دلوقتي، يعني الموضوع اصبح فيه اختلاف. فانا برجع لفكرة هي القواعد دي فعلا الاخلاق اللي احنا تعلمناها، القواعد اللي هي مش يعني مش عارف اعبرها لك ازاي، بس هي الفكره احنا بدلنا الكلام ده كله، كل حاجه اتبدلت وكاد يكون شكل غير. انتوا في اصول للموضوع، طب احنا عشان بعدنا عن الاصول للموضوع دي الموضوع اصبح كده، فاصبحت المواضيع عندي بتتكلم عن فكره الاصول دي، وانا بحاول اخليها كونسبشوال قوي للمواضيع دي. ده بالنسبه للشغل الموجود. تجربة الزمالك دي تجربة يعني غريبة شوية. أنا كنت طالب في سنة تالتة، دكتور النحت قال لنا روحوا معرض، كان في معرض معمول في الزمالك وقتها عن بانوراما النحت، يعني هو كان اسمه بانوراما النحت او مش متذكر اول اسم، فانا يعني ما اعرفش يعني، فاخدت اصحابي ورحنا الجاليري، حتى قعدنا نسال الطريق، وصلت الجاليري، دخلت الجاليري لقيت جاليري الزمالك، انا ما اعرفش يعني ايه جاليري، يعني انا وقتها ما كنتش اعرف يعني ايه جاليري، بعدين ابتديت اعرف ان موضوع الجاليري، لا الجاليري بتعمل انت لوحاتك وتعمل، ومن ساعتها خرجت من الجاليري وقفت قدام الجاليري كده قعدت ابص، طب هو انا امتى هعرض في الجاليري ده؟ يعني انا ما اول جاليري ادخله، يعني اول جاليري اشوفه وادخله دي امتى هعرض في الجاليري ده؟ يعني لفت الزمن وقعدت اعدي من الجاليري ده واخش الجاليري ده، وكذا مره اخش الجاليري ده اشوف شغلي موجود على الحيطان بتاعت الجاليري ده. فدي تجربتي مع جاليري الزمالك، ان هو كان اول جاليري انا دخلته وانا طالب في الكليه، وكان معرفش يعني ايه جاليري، يعني فهمت فكرة الجاليري دي من الزيارة دي. فطبعا انا يعني استرجعت معاكم الموقف ده لان انا افتكرت، يعني كانت صدمة فعلا، يعني ايه ازاي، يعني ازاي انا اقعد اعمل شغل انا بمزاجي وانا حر فيه والجاليري هيعرضهولي؟ كنت لسه طالب انا، يعني ما لحد دلوقتي انا لما بفتكر الكلام ده بقول ايه اللي انا كنت بفكر فيه ده، ازاي انا بفكر كده يعني. فدي من الحاجات الطريفه اللي لما بفتكر جاليري الزمالك بفتكر الموقف ده. ده
المعرض بتاعي اللي هينزل في يعني هيبقى موجود في الزمالك ارت جاليري، هو متنوع ما بين موضوعات سياسيه، يعني ممكن موضوع او اتنين، ومش مش مركز عليه قوي، يعني ما بحبش اشتغل سياسه قوي، والباقي عن في بعض الافكار في التعاملات، سواء كانت تعاملات انسانيه او تعاملات غير انسانيه، فكره الوجوديه، فكره الكون كله، ازاي بنستقطب للحاجه، ازاي الحاجه تشدنا، ازاي احنا مثلا انا نفسي في طفل، ايه الفكره اللي جات لي ان انا، او ايه الاحتياج اللي انا احتاجته لوجود الطفل ده، هل مثلا انا محتاج للاستقرار لانجاب طفل، او يعني كل المواضيع اللي كانت بتدور في راسي ابتديت اوثقها في اعمال الفنية. طبعا انا عشان الم بالموضوع كله او الفكرة اللي انا عايز اقولها ابتديت استخدم بعض العناصر اللي بترمز للموضوع اللي انا عايز اشتغل عليه، يعني مثلا في فكرة التفاحة اللي هي الدنيا ومشاغل الدنيا وتطلعاتنا وأحلامنا وأفكارنا وإحنا عايزين وي وي وي، فابتديت أرمز بيها للتفاحة مثلا، البجع عندي ابتديت أبص على إيه هو يعني في لوحة عاملها فيها البجع دي اسمها رقصة الحب، يعني شوف أنت ممكن تحب بس بالعقل، والبجع برضو رقص على طول تشوفه دانسر، يعني وازاي انت تبقى دانسر بس برضو في عقل في الموضوع. عامل حاجات عن القواعد، ازاي احنا بنكون جوه قاعده او ازاي نكسر القاعده، ازاي اشوف انا نفسي جوه البوكس ولا بره البوكس، حتى في طريقه تفكير. عامل يعني ممكن نبقى نتكلم على لوحه لوحه نقول فيها اللي احنا عاملينه ايه. طيب اتكلم على اللوحه دي الاول. اللوحة دي اسمها ميت على قيد الحياة، يعني هو انت مش عارف هو ميت حقيقي ولا عايش، يعني هو ميت ولا عايش، فده الشكل اللي جالي او دي الفكرة اللي جات لي عن فكرة اللي هو الموت على قيد الحياة، فصورتها بالشكل ده. دي العقل بتاعي، عقل المرسم. الاول ببتدي بالسكتش، بسكتش الشغل بتاعي، ببدأ احط العناصر والرموز بتاعتي اللي انا اشتغل عليها، واعلق الشغل اللي بيخلص بعلم عليه علامة صح او بشيل الورقة بتاعته. بعمل سكتش اكتر من مرة للحاجة، واخر حاجة بستقر في سكتش خلاص تمام انا استقريت عليه، ببدأ انفذ على الشغل بتاعي. طبعا انا لما بخلص شغل او لوحة وبحطهم قدام مني بحيث ان انا ابقى شايف المعرض كله، حتى لو مش معلقه ابقى شايف انا عملت ايه او وصلت لايه او فين او ايا كان ايه. هو دي دايما هنا شغل ايديا فكره الخطوط اللي انا او حركات الخطوط اللي انا هستعملها على اللوحه بتاعتي هعمل ايه، فبسكتش بقطع الورق ده كده وده سكتش الكلام ده كله. في اكتر من سكتش استخدمتهم وفي حاجات ما استخدمتهاش لسه. دي البوردة دي يعني تقريبا كل اسبوع ممكن نغير فيها او كل اسبوعين اغير فيها، اشيل احط،
اعمل مش عارف ايه. بحب السكتش قوي، بحب اشتغل ان في سكتش قوي واضح قدام مني، وبعد كده ابدا ان انا اشتغل عليه. فكره اختيار اللون او هعمله الوان ايه او ده بيجي مع الموضوع، يعني ما ببقاش محضر للون او الموضوع ايه، بس السكتش لان انا بكتب عن الفكره اللي انا عايزها وبحدد مفرداتها وعناصرها واجيب العناصر اللي انا شايفها واقربها لاقرب شكل فيجوال ويطلع معايا المواضيع بتاعتي. فدي عقل المرسم بتاعي، عقل الاستوديو يعني. اللوحه دي اسمها رقصه الحب، عباره عن بورتريه لبنت من الجنب باصه للمستقبل قدام شويه، حوالين منها بجعتين، البجعتين دول واحده ثابته والتانيه نازله لتحت، بس هم في تاهب للرقص، يعني هم هيبداوا يرقصوا او فكره ان هم هيفردوا جناحاتهم للرقص. دايما بنشوف البجع متحرك في وضع الدانسر يعني. حاطط شجره الحياه، الشجره اللي وراها، ودي بتتكلم عن تاني حاجه في الشجره دي اللي هي الحكمه، او الـ سوري الـ اه الحكمه. ايه هي الحكمه في الحب، او اسقاط على حكمه الحب رغم وجود رقص او لهو في الموضوع، لكن هو يعني يكون بحكمه، يعني ليه حكمه في الحب ذات نفسه. فدي لوحه بتعبر عن الموضوع ده. طيب اللوحه دي اسمها شجره الحياه، بتكلم فيها عن فكره الحياه نفسها. انا حاطط رمز التفاحه هنا وهنا، هي اسقاط البورتريهين، هما البورتريهين واحد يعني، ده هو ده، بس انا عامل ده فاص وده جاي من فوق، يعني البورتريهين واحد، ده فاص ده من فوق، نفس التفاحه نفس المركز وجودها هنا، هي هنا. الفكره بتتكلم عن ازاي احنا بنشيل على عاتقنا طموحاتنا وافكارنا وبنحطها، سواء كانت في قواعد او غير قواعد، دي هي الحياه يعني. لخصت الموضوع في الشكل ده، وحبيت اشوفه من فوق ومن تحت، زي ما احنا بنشوف المواضيع، زي ما احنا جوه الموضوع او باصين على الموضوع من فوق. فانا حطيت الاسقاط بتاعها بالشكل ده في اللوحه دي. هنا بتكلم عن فكره العلاقه ما بين الراجل والست، ازاي هي ليها بدايه وليها نهايه. الست هنا طبعا انا عامل حاله دراميه شويه، الست واقفه سانده على الراجل، والراجل ماسك ايديها، هي ماسكه ايدين الراجل معبره عن فكره التمسك، او ان انت لازم تبقي موجوده، انما هي نظرتها على فكره البدايه والنهايه، لكن نظره الراجل اصلا بره الموضوع، هو بس ماسك في الوجود، ماسك في الحاجه الملموسه. فده الاسقاط اللي انا عملته في حاله اللوحه دي. هنا في العمل ده انا كان عندي فكره موجوده عندي، او انطباع او فكره اعتقاديه، يعني ان احنا كبشر واصلين من الارض للسماء بسلوك احنا شايفينها او مش، يعني هي الفكره ان انا عندي في حاجه موصلاني لفوق، وبناء عليه انت يعني بتبدا تتعامل او تبدا تمارس حياتك اليوميه بناء على الطاقات اللي بتجي لك او الاوردرات اللي بتجي لك. طبعا عندي مدخلات ومخرجات، زي العقل عامله كبروسيسور، القلب عامله كبروسيسور، وازاي احنا واصلين الخطوط دي، او الخطوط اللي هي الوصلات بتاعت البوردة دي، ازاي موصلة لدوائر سالبة ودوائر موجبة، او العكس اللي هو العين ممكن تبقى موجبة والودن سالبة، او السالب هو العين، يعني عامل فكرة المدخلات دي ممكن تبقى موجبة وممكن تبقى سالبة في البوردة بتاعتنا، وده بيأثر على فكرة التعامل بتاعنا او طباعنا بشر. دي اللوحة دي يعني عاملها عن كده. هنا ده سيلف بورتري لي انا،
راسم نفسي بشكل هو مش انا، يعني انا مش هقف الوقفه دي او هعمل التعبير ده ابدا في اي حاجه، لكن انا لما باجي افكر في اي موضوع للوحه عندي بيبقى ده شكل، بفكر بالوضعيه دي. لكن ده مش وقفتي ابدا، انا ما اقفش الوقفه دي خالص. فلما ببقى قدام الموضوع بخضع للموضوع فببقى بالوضع ده. طبعا انا حطيت بقى في كل اللوحه كل السكتشات وكل الكتابات اللي انا حطيتها والتفكير اللي انا فكرت فيه في كل اللوحات بتاعتي، فحبيت ان انا اوثق الحاله بتاعت المعرض ده من خلال السيلف بورتري ده. طبعا دي آخر كلامنا عن المعرض اللي هيتعمل. أتمنى إن انتوا تشرفوني طبعا في المعرض ده. طبعا عندي رسالة بسيطة كده حابب أقولها عن موضوع الفن عموما. الفنان مش بس رسام قوي او مصور قوي او نحات قوي، مالك ادواته او مالك خامات بيشتغل بيها، هي دي قضية يعني المفروض تبقى منتهية بالنسبة للفنان. قضية الرسمة والتكنيك او ايا كان ايه، هو الفكرة كلها في المواضيع واعادة صياغتها، ازاي نبحث عن الموضوع، ازاي نفكر بشكل فلسفي في اعمالنا، او من وجهة نظري شايف ان الاتجاه الفلسفي للاعمال الفنية ده بالنسبة لي قوي ومريح بالنسبة لي ان انا اقدر اتعامل فيه او اشتغل عليه. فاتمنى ان المعرض يعجبكم.